عمر ده يفتح كل لتكون أداة لجذب الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية الوطنية والأجنبية. هذا يحيلنا إلى خلق التسويق الترابي، وكل التسويق الترابي ينبني على نادية الرحماني، نائبة رئيس مجلس جهة الرباط صلاة القنيطرة عن إقليم الخميسات. هذه فرصة أولا لأبدأ بتهنئة كل الطلبة الحاصلين على شهادات البكالوريا واللي كان نوه بالنتائج محصل عليها بإقليم الخميسات، وكذلك أنتهز الفرصة لتهنئة السيدة العمدة سيدة أسماء غلالو على انتخابها نائبة رئيس أوليوبوليس اللي هي تجمع عمداء أكبر المدن في أوروبا. هذه فرصة سانحة للقاء المنتخبين التجمعيين في ورشات كتهم تيمات متعددة، اللي منها تنزيل برنامج الحكومي، التمويل، إشكالية العجز في تسيير المجالس، وكذلك المرأة المنتخبة. هادو كلهم تيمات مهمة اللي غادي تبرز ما يعانيه المنتخب، وخصوصا المنتخب اللي هو في مكاتب تسيير، سواء الرؤساء والرئيسات او النواب ديالهم او كذلك المنتخبين اعضاء المجالس، اللي كيعانيو مشاكل خصوصا في التدبير اليومي لهاد المجالس ديالهم والجماعات ديالهم. واللي اليوم يمكن نقولوا بفخر ان البرنامج الحكومي غني ويوفر جميع الفرص لإنجاح المرحلة رغم الصعوبات رغم الإكراهات، ولكن ملي كنتواصلوا ملي كنحطوا المشاكل الأكيد أننا غادي نلقاو الحلول، وخصوصا ملي كي يلتقي المنتخب داخل الجماعة مع المنتخب داخل مجلس الجهة ثم أعضاء الحكومة وأعضاء مكاتب سياسية. هنا أكيد أن هذا الذكاء الجماعي كي يطرح حلول ويطرح استراتيجيات اللي يمكننا نمشيو عليها باش ننجحوا المرحله واللي الحزب ديالنا هو اللي كيترأس فيها الحكومه. اول غدا منتدى جهوي ديال جهه الرباط صلاة القنيطره للمنتخبين التجمعيين، هذا منتدى اعتقد الخامس، لان كانوا لقاء رئيس الحزب مع المنتخبين على كل جهه وكيتلاقى معهم، وهذه فرصه اننا نتلاقينا كمنتخبين تجمعيين وك حزب لطرح واحد مجموعة من القضايا، لأن الحزب اليوم كترأس حكومة، عنده برنامج، عنده التزامات مع الساكنة، وهذه فرصة احنا كمنتخبين تجمعيين بوا الماس جينا طرحنا واحد مجموعة من التزامات اللي احنا عطيناها كوعد للساكنة وكوعد علينا أننا غادي ننفذوها وغادي نعطوا أمر الواقع، إلى أن لازلنا
يعني في اعتقد اننا في واحد المرحله اللي هي حاسمه مستقبلا ان شاء الله غادي يكون الاجابه على هذه المجموعه من التساؤلات واللي هي غادي تكون على الارض الواقع. ثانيا هذه فرصه امامنا لخلق واحد المجموعه من علاقات بين واحد المجموعه من الفاعلين السياسيين اللي تعرف بمؤهلات ديال المنطقه ديال والما السياحيه اللي اغلبهم كيعرفوها على مستوى ديال المشروبات الغازيه وهي منطقه سياحيه وربما منطقه اللي هي سياحيه والاولى في جهه طريبات سهلة القنيطره اللي على مستوى السياحه الجبليه وكنتمناو فرصه ان شاء الله مستقبلا باش نزيدو نعرفوا المنطقه اكثر واكثر وتحياتي لكم كمنبر اعلامي وشكرا لكم. جهه الرباط سادة الحنيطرة برلمانيون منتخبون رؤساء جماعات منتخبو الغرف المهنية رؤساء نرحب بالسيد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار الأخ عزيز أخنوش والسادة أعضاء المكتب السياسي الحاضرين معنا نرحب كذلك بالسادة الرؤساء بالسادة المستشارات والمستشارين السيدات الرئيسات والرؤساء إذن مرحبا بالجميع. ما تنسوش تابوناو في لاشين وتأكتفوا الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.